السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نتكلموا على توجور نتكلموا على quelles sont les possibilités les باش on va éviter de prendre du poids ou là éventuellement بالك même gratter quelques kilos. الحاجه الاولى اللي احنا نتكلموا عليها في لي ريجيم وهذه حبينا نعملوا ريجيم ولا ما نعملوش ريجيم خصنا نتكلموا عليها هي القضيه تاع السكر. السكر ولا في العصر تاعنا ولا مستهلك بزاف. السكر on le retrouve partout que soit partout في الاندستري اغرو اليمونتير راهم يستعملوا السكر بزاف 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 باش يبيعوا بيان سور. بكري الناس كانت عايشه بلا سكر. نهضروا صافي دي سيكل اي دي سيكل السكر اللي اكزيستي با. السكر صافي ا بوبخي حد دو سيكل ولا تخوا سيكل اللي لاندستري كي جات لاندستري ميكانيك ولاو يخدموا ولاو يطحنوا لي كان سوك. صافي ا بوبخي دو تخوا سيكل اللي السكر ولا ينخدم en grande quantité et du coup ou la chouïa rkhis ce qui fait strelou li khdemou l'agroalimentaire ou bdaou ya3amlou le sucre partout les gâteaux les bonbons la confiserie les chewing-gums les limonades les jus il akhri et ça a été une catastrophe had sucre modir li ssahha ki nkthrou menou لان احنا اصلا اسكو نحتاجو السكر ولا ما نحتاجوش هذا سؤال اللي خص الانسان يخمم فيه. هو شفنا بلي بكري ما كانش كاين السكر صديق كانت الناس عايشه بلا سكر كانوا عايشين اون بون سونتي. بكري اون فا بارلي دو مويان اج ولا ميم وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش عندهم السكر وكانوا عايشين غايه كانوا يعرفوا ني ديابيت ني بروبليم دو تريغليسيريد ني بروبليم كاردياك الى اخره ني بروبليم دو كاري دونتير كامل هاد المشاكل نشوفوهم في هادي في هذا لابو دو سكر. اذن سي فري حتى هما كان عندهم شويه حلويات مي الحلويات تاع ذاك العصر اللي كانوا بكري ياكلوهم كانوا يل لو فيزي ا باز دو ميل كانوا يعملوا دي بتي غاتو ولا دو لا كونفيزري وكانوا ماشي كل واحد كان ياكل باسكو العسل اللي تي تري شير ذاك العصر كانت الناس عايشه بون سيتي جوست الملوك ولا لي اون فا دير لي زوم ذاك الوقت كي تي تري ريش لا بورج لي بورجوا دو في وقتهم اللي كانوا عايشين كانوا ياكلوا هادو مي باغ سا يافي با دو سكر دونك ابخي لا ريفولوسيون ميكانيك هذيك اللي ولات السكر ينفع السكر عمل فينا حالة. اليوم راك تشوف لا كونسوماسيون الي ديفوني اكسيسيف فضحوا بارتو لي زونفون ما يعرفش الدراري ما يعرفوش يشربوا الماء. كاين دراري اللي يشربوا جوسكا ان ليتر دو ليمونات دو صودا باغ جور كوكا كولا وغيرهم كامل جوسكا ان ليتر كارثة. وحنا نعرفوا بلي كاس تاع السكر كاس تاع كوكا il contient 7 سكر سيتي 7 سكرات وكاس تاع جوفي 9 تاع سكرات والدراري ما ربش يشربوا كاس ولا زوج في الفطور في العشاء برا لي كانات سون زاري. اذن هذا من الاسباب اللي راه يجيب لنا السمنه. حنا نهضروا على الوقايه من احنا نطلبوا في هذا الوقت هذا الوالدين سورتو الوالدين هذه ليمونات ما يدخلوهاش كل يوم للدار ريها تضرهم ليهم لي زادولت لي زونفون تو الموند لي بيبي لي زادوليسون ما يدخلوهاش. خصنا نعلموا ولادنا يشربوا الماء. لي زونفون كاين دي زونفون امريكان ما يشربوش الماء ما يشربوش الماء بوندون 3 ans 4 ans عايشين غير بكوكا. Alors, il ne faut pas s'étonner à l'obésité et à la halle à l'hôpital. Nous cherchons, au pire des cas, pourquoi pas, on peut préparer des jus d'orange, des jus de raisin, des jus de fruits. Nous cherchons, nous cherchons, nous cherchons, nous cherchons, nous cherchons,
ماشي لاندستريال اللي يدبر عليا يعمل لي 9 تاع السكرات. اون بو يوتيليزي جوست ان بتي بو دو سوكر اي بوي ما نضروش لي سانا، او كونترير سي تري بون بور لا سونتي دي جو دو فروي. لي غاتو لا باتيسري الى اخره، il faut que ça soit occasionnel. لي غاتو لا نجمو ناكلو ماشي ممنوعين، لكن كلشي بمقدار. وبهاد النصيحة نتكلمو، غاتو ماشي ممنوع ا كونديسيون كو الانسان يحاول يحاول. برك انا بهادو القعدة تاع ديارنا كامل كي تجي العشية تصيب الدعوة شابة، هذا قريوش، هذا ملوي، هذا معروض، هذا اي بوي كعك بان شوكو، سا سوفي. بوركوا با ان ولا دو غاتو نتعلمو ناكلو بالظرافة. وهذه الا سنة رسول الله، ارفع يدك من الطعام وانت تشتهي. نتعلمو اون دو اتر توجور نتعلمو ناكلو غير بالظرافة. فوالا اليمينير ماكسيموم دو سوكر سي با انتردي، مي نتعلمو ناكلو توجور، il faut limiter la consommation. شكرا والسلام عليكم.